بسم الله الرحمن الرحيم. من هم الشهود الشهداء؟ هم فرسان الإعلام من شعبنا الفلسطيني، هم فرسان الحقيقة الذين يسعون بواسطة كاميراتهم ومن معهم من مراسلين للبحث عن الحقيقة وتوثيقها ونشرها لكل أهل الأرض. هم الذين لا يبالون بقصف طائرات أو بقذائف مدافع أو بأزيز رصاص. هم الذين يقتربون حتى يلتصقوا بالبيوت المدمرة التي تآكلت جدرانها وسقطت على بعضها، ومع ذلك يواصلون توثيق الحقيقة كما هي لتكون حجة على كل ضمائر أهل الأرض. لولاهم لما عرف أهل الأرض عن الكارثة الإنسانية في غزة، لولاهم لما عرف أهل الأرض عن كارثة مقتل آلاف الأطفال من أطفال غزة، لولاهم لما عرف أهل الأرض عن كارثة قصف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومواقع الإيواء في غزة. ولقد دفعوا مقابل هذا الدور الكبير، دفعوا من أرواحهم ومن دمائهم فكانوا شهداء. كان منهم حتى الآن 80 شهيدا، كان آخرهم الشاهد الشهيد سامر أبو دقة الذي صدم العالم بخبر استشهاده البارحة. لذلك لا يسعنا إلا أن نقول لأهله أعظم الله أجركم، لا يسعنا إلا أن نقول لأسرة الجزيرة أعظم الله أجركم.